يلي تقاعدت مقامك تراغب يا شامخ ابتسام بنت عبد الله كل جديد وحصري سلامي يلي لك مكانة وتقدير متصدرة في قمة المجد عالي يلي تقاعدت مقامك تراغب يا شامخ ابتسام بنت عبد الله سلام يلي لك مكانة وتقديم متصدرة بقمة المجد عالي يوم التقاعد لك نسوق التعابير نهدي التغاني لك بيوت جزالي هي متقاعدة وسطرت يا المجد تصطيب بك نفتخر ونرفع الراس عالي يا ابتسام يلي الفخر لك مشاوير مسيرتك بقربها كل غالي إدارة التعليم لك صيت وتاثير وانجازك يشهد من سنين طوالي والرياضيات يشهد بك بتقرير تميزك طول السنين الطوالي يا بنت عبد الله لك فعول مشاهير انت فخرنا وعزنا كل حالي شيخ وبنت شيوخ وربعك اكابي وابوك الشيخ له فعول جزالي رمز الكرم والطيب من دون تقصير لك بين ربعك منزل وجذر عالي مرحوم ابوك ونهجك بنهجه يسير امك عساها في جنان وظلالي بناتك تفخر فيك دايم مع الغيم لهم قدوه ومضرب مثالي يلي تقاعدت مقامك تراغب يا شامخ ابتسام بنت عبد الله سلام يلي لك مكانه وتقديم متصدره بقمه المجد عالي يوم التقاعد لك نسوق التعابير نهدي التغاني لك بيوت جزالي هي متقاعده وسطرت يا المجد تصطيب بك نفتخر ونرفع الراس عالي يا ابتسام يلي بالفخر لك مشاوير مسيرتك بقربها كل غالي إدارة التعليم لك صيت وتاثير وانجازك يشهد من سنين طوالي والرياضيات يشهد بك بتقرير تميزك طول السنين الطوالي يا بنت عبد الله لك فعول مشاهير انت فخرنا وعزنا بكل حالي شيخ وبنت شيوخ وربعك اكابير وابوك الشيخ له فعول جزالي رمز الكرم والطيب من دون تقصير لك بين ربعك منزل وجذر عالي مرحوم ابوك ونهجك بنهجه يسير امك عساها في جنان وظلالي بناتك تفخر فيك دايم مع الغيم انت لهم قدوه ومضرب مثالي تم التسجيل والمكساج باستديوهات رنيم.